السلام عليكم خاوتي الزول، تحية كل شاب زائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم قناة أوروفينا جديزات، قناة أخبار المنتخب الوطني الجزائري وأخبار محترفينا وفتح الفساد الرياضي بكل أنواعه، ولسنا تابعين لأي طرف. خاوتي حصة اليوم توجور نتكلموا على لاكتواليتي، هي على مخلفات المباراة الناشئين الصغار الأطفال بين المنتخب الجزائري محارب الصحراء وأسود الأطلش المنتخب المغربي. أحداث بدائية، أحداث يندى لها الجبين. شفنا تنديد كبير من المغرب، تنديد مجاني بدون كما يقولوا زوبعة في فنجان، وقاموا بشكوى للاتحاد العربي وكذا وكذا. كلنا كنا ننتظر بأن الاتحاد العربي لن يسمع لهذه الحزعبلات للقجع وحشيته، ولا أعيد أكررها، أنا أحترم كثيرا الشعب المغربي الشقيق، ولكن هادو جماعة البوليتيك لا من جهتنا ولا من جهة أخرى، ما ندخلش في اللعب تاعهم. ولكن لما نشوف الجزائر ظلمت بأي سبب، سأكون هنا للدفاع عن الجزائر والدفاع عن الحق. ما يكون المغرب الشقيق مظلوم في أمور تكلمنا من قبل، ما ندخلوش البولة، ما اللي قالوا بلي الغازو حصلوه في تاع بليدة في المغرب، من ضرب قلت لهم راكم ديروا نهار كذا وكذا، كنت توجور نقول كلمة الحق. ولكن من شفت بلي مباراة تاع دراري هذه المرة ووقع ما وقع، للأسف ما أمور أضحكتني. والحاجة اللي عجبتني هي التجاهل التام من الكوتي الجانية، الكوتي رسمي، وهذه هي اللي عجبتني. ترفعنا على هذه الأمور، على هذه المسرحيات. قعدت نشوف الكوتي خاوتنا تاع المغرب، ما نهضرش على الشان، نهضر على الكوتي أوفيسيال. قعدت نشوفهم شو لو كلم صاروا كما أم درمان، ضربني وبكى، ضربني وسبقني وشتكى. وحاجة نقطة ردوا عليها باللي كذا وحشية، وهذه شفنا تجاوب من الاتحاد العربي من لجهة المغرب، وهنا نقطة الاستفهام. هنا تعرف باللي للأسف روراوة لم يقدر على حماية الجزائر في الاتحاد العربي، لأنه لم يبقى له ذلك السيطرة، لم يبقى له ذلك النفوذ، لأنه أصلا ليس عضوا في المكتب التنفيذي. هو حسب من مصادر تكلم معه، هو مصادره، هو تكلمت أنا مع مقربين منه، قال لك أنا مجرد مستشار عند رئيس الاتحاد العربي ولست عضوا فعالا. ولكن مسورة وراحنا شفناك في الديبي تاع الشامبيونا بلي بار دير في المشوي، تعرض منا كوفريت على وديع الجليل، ومن جات في المباراة النهائية لم تحضر. واحد يقول لك راح لفرنسا، واحد يقول لك عنده أمور عائلية، واحد قال لك من جا الأمين العام الاتحاد العربي هو قال ضرورة، واحد يقول لك من جا الأمين الاتحاد العربي أنا ما عندي حتى قوة باش نحضر. ولكن أنت مكاش لي حرمك من 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 المنصة الشرفية والمنصة التتويج تكون تقوي. هل عملتها إكسبري من أجل تفادي الكوتي ماروكا والكوتي أرجنتين؟ الله أعلم، أنا ماناش أدرى بالقلوب، ولكن غياب روراوة غير مبرر في النهائي كاس عفوا في نهائي كاس العرب، غياب غير مبرر. وتبقى نقطة استفهام، لماذا روراوة عنده كما يقولوا إحساس بي؟ ولكن الاتحاد العربي للأسف تحس بلي كوتي ماروكا استحوذ على الاتحاد العربي، وآخر شيء اللي كنا نقول بلي الاتحاد العربي هو بين يد روراوة هو من يقرر. شفنا بلي العقوبات كانت جد قاسية على الجزائر، وما قال الجزائر ما دارت والو، وعقوبات يندى لها الجبين. شفنا العقوبات، قالك أصدرت لجنة الانضباط عفوا التابعة للاتحاد العربي لكرة القدم مساء اليوم السبت جملة من القرارات الرضعية الخاصة بإحداث مباراة الجزائر ضد المغرب في نهائي كأس العرب لأقل من 17 سنة، والذي أقيم الخميس الماضي.
على ملعب المجاهد راح يلعب الكريم كروم بولاية سيك. تغريم الاتحاد الجزائري لكرة القدم ب 120,000 دولار 2,500,000. نعم يا حبيبي 120,000 دولار 2,500,000 بلس 25,000 دولار لمشاركة عدد من اللاعبين الجزائريين في الاشتباكات مع المغرب. وإيقاف لاعب الخضر عبد الحق بن يدير 6 أشهر لتهاجمه على الحارس المنتخب المغربي طه بن غزير. تغريب المنتخب المغربي ب 25,000 دولار لمشاركة عدد اللاعبين من الاشتباكات. شوف سيدي الجزائر 2,500,000 بسبب دخول الجماهير. دخلوا 4 ولا 5 على سيبورتر والأمن رجلها 3 مليار أمود للجزائر والمغاربة 500,000,000 بنت 100,000 دولار. وين راك الوضاوة؟ يلعب وعارة وراوة خويا. وي اللعبة راح فيها ما راكش تدور مليح. النفوذ راح لقجع تاني تلبك في الاتحاد العربي تلبك في الكاف وزاد تلبك في الاتحاد العربي. ولكن كلمة الحق نقولوها روراوة يقدر يقول لك بلي أنا مانيش عضو فعال في الاتحاد العربي. يقول لك الاتحاد الجزائري هو من منعني ونحالي العضوية باسكو نشفاو بلي من داروا العام اللي فات داروا انتخابات الاتحاد العربي المنضات التفويض زاتشي ما حبش يعطيه روراوة. زاتشي تاني متسبب في هذا الأمر لأنه ما حبش يعطي التفويض روراوة وقعد التمثيل الجزائري 0 في الاتحاد العربي. غير من صداقة روراوة مع النافذين في الاتحاد العربي خلاوه كمستشار أو كنائب. ما كان يقول لك النائب كان يقول لك مستشار كان يقول لك هذا في لجنة المنافسات. ورئيس لجنة التنظيم في الجزائر كان النائب الشلماني باش نكونوا متفاهمين. فوالا هذا الأمر اللي نقولوا بلي الأمر خارج سيطرة روراوة. هو قال لك بلي أنا هما نحاوني الجزائري حنحاوني ما تقرعوا مني والو. انا كان جبت لكم كوب ضرب بس انتم من عارفين بلي هذا الكوب ضرب ما تجيب والو ورا ورا علاش جبتها لنا من عارف بلي هذا البطوله العربيه اجنينا منها غير التشويش وصورة الجزائر طاحت في الحضيض. غايقول لك سوء التنظيم الملاعب مش مليحه الغازون تاع السيك ماشي مليح والاتحاد العربي ربح الاشهار. حنا ربحنا لا سبونسور لا عما بوزوار وربحنا لي زامون 3 مليار وشفنا كف جانا هيمنه القجع على الاتحاد العربي. هنا من تشوف حنا عطاونا 3 مليار وهما عطاهم 500,000,000 وهما اللي داروا الفوضى وهما هرسوا لوتير وفي بلادنا وحنا ندو 3 مليار ورانا رايحين 3 مليار امون شحال غادي تربح انت في هذه الكوب ضرب يعطوك 3 مليار 4 مليار راهم داوها لك راهم عطاو لك ما نعطوكوش دورو. وحنا اللي خلصنا لي زوتيل وقعوا كشفه في لي زوتيل نصهم عمي سالو خلصنا كلش ما عندنا لا سبونسور لا والو وزدنا التلفزيون العمومي نتاعنا والناس كاريه والحبوبه ايا دوك شنو ربحنا ما ربحنا غير مشاكل. لهذا نمد نصيحه الفاعلين في الكره الجزائريه وخاصه الاصدقاء تاع محمد الورا نقول لك اللي فات ايام وما يطمع فيها من الناس الورا وانت تاريخ وجغرافيا كنت قوه اقليميه مع حياته مديت الكره الجزائريه مديت كواليس قويت قانون الباما تاريخ يشهد لك وانا نشهد عليك بلي احسن رئيس اتحاديه في تاريخ الجزائر. ولكن انتهى وقتك للاسف ما وجدت الناس لارولاف كنا طامعين الناس كانت تشوف في وليد صادي هو خير خليفة ولكن أنت لم تساعده وليد صادي مرتين 2017 ثلاث مرات 2021 و2022 سيد النواب باش يترشح وجد روحه ولكن في آخر فيراج تسمح فيه وتروح تسوتني وخداخر ولا تهرب وتخليه. هذه تبقى وصمة عار ليك محمد الوراوة لأنك لم تساعد وليد صادي. ووليد صادي أنا ننصحه بسبيل الله كيتي هذا الكرون تاع هذاك تاع قطر وروراوة باش ينجح في حياته. إذا تبعهم غادي يدخل في حيط
ولكن هاكم تشوفوا للأسف الجزائر تفقد كل شيء في المحافل الدولية، والدليل أن العقوبات كانت قاسية على الجهة الجزائرية وكانت خفيفة على الجهة المغربية. ما قد المغرب هم اللي كريوا هذا البروبليم، ولكن كلمتهم فاتت. نتمنى اسكو يديروا ركور ما يديروش ركور، اسكو راهو يعاود يرجلها في الركور نسي با يرجلها كون رجلها في البديه بصح ما على بالناش. الكل هذا المسؤوليه يتحملها كل فاعلين في الجزائر، البوليتيسيان اللي داروا رؤساء الاتحاديه خرشف، رئيس الاتحاديه هذا زبزاف شاهد لا مشاف شي حاجه، كل اللي ما صرا والو ما صرا حتى حاجه، الخرشف الخرشف. وللاسف نقولها ونعودها، الجزائر من سيء الى اسود في قاف سيء الى اسود في قضيه التسيير، رانا مغلوبين على امرنا، وهذا دليل بلي ان الكوتي ماروكان ما غاديش يطلقنا في لاكاف، بدا هنا بالعرب وغادي يكمل هنا في لاكاف دوبلو 6، وهما هيمنوا على كلش، هيمنوا على الاتحاد الافريقي وزادوا راحوا الاتحاد العربي وزادوا راهم قادمينها في الفيفا. الله يجيب الخير، حنا ما سلكنا غير التيران، ان شاء الله ربي يوفقنا في التيران ونعطوهم الساعه ساعين، و كرة القدم ساعة ساعين في مجال كرة القدم حاجة أخرى خاطئة، المشاكل خاطئة، ما أنا ما نشوفها في حتى حاجة، ونبقى الجزائر شعب الجزائر وشعب المغربي خاوة خاوة إلى الممات بإذن الله. تحية لكم خوتي وانتو ديبراجيلي، والسلام عليكم.